بلدي. حين خرج إلي عبد الكريم من منزله لم يكن يعلم أنه لن يعود إليه، بل سيتوجه إلى مستشفى الروم ليجد ابنته ذات 15 عاما أن ماري جثة هامدة. أطباء المستشفى أكدوا أن حال الجرحى مستقرة، وهم أنطونيلا عبد الكريم شقيقة أن ماري التوأم، عايدة عبدو عبد الكريم، أنطوني عبد الكريم، ألبير فريد يزبك، وروز ماري بلانكا فلبينية الجنسية، وقد خرجت من المستشفى بعد معالجتها. وزير الصحة علي حسن خليل أكد من مستشفى الروم أن عمليات الإنقاذ مستمرة. هلأ التركيز على استكمال عمليات رفع الأنقاض ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. المعلومات أنه ممكن يكون في بعض أحياء بالمبنى مثل ما تركنا قبل شوي، العمليات عم تجرى. أما في مستشفى الجعيتاوي فهناك 3 جرحى، هم جاك جعارة وصادق يحيى دريس عبد الله وبناغا أنكر عبد الله آدم سودانيي الجنسية. شخصيا كنت على التخت يعني قبل ما أفكر إنه إشي، غطيت على الشرشف تبعي، الشرشف تبعي بدي أخذ راحتي، فجأة انهارت البناء. يعني شفنا من غير ما نحس، يعني شفنا إنه في نزول ضغط، قبل ما أرفع راسي انهارت كل البناء. يعني نحن في الطابعة 5 أشخاص، هلا صاروا 2 حيين والباقي 3 مش عارفين حيين ولا ميتين. أما مصري الجنسية عبد الكريم كامل فتتم معالجته في مستشفى رزق.